قلنا الانشغالات تقريبا كلها معناها ماناش باش نمدوا انشغال تاع كلها انشغالات لازمه ومستعجله، فهمتني ولا لا؟ عندنا واش نحكي لك واش نبطل والله. تفضل تفضل احكي احكي. آه لا احكي اليوم انا جايبك مش تحكي والله يعني. اليوم انت مش تحكي ماكش راوي ماكش راوي قصص. انت اليوم راك تمثل حي، الحي عنده انشغالات والساكن عندهم انشغالات، لابد انك تعبر عن مشاكل الحي مش وصلوها للهيئات عن طريق القناة ان شاء الله. ان شاء الله. اول ما نبدا الموضوع اللي كان يحكي فيه الزميل، فهمتني؟ ايه الموضوع تاع صرف الصحي تو الوقت الحالي عندنا اسبوعين رانا في المعاناة، ممكن ما سمعتوش بها ولا ايه، خاصة في النزلة بعد. لا لا في العشاش، في العشاش، في العشاش تو رانا بالجروب نمشوا الجروب او ما يمشي ليل نهار. خطوات بليك ورتي لي الفطور. لا ما يمشي الجروب راهو وسط الحي ومع تعرف الحي ضيق كان شوارع فيها واحد المتر تين. نعم ما تقدرش تدخل السياره. اعطيك صح الجروب راهو محطوط وسط الحي، هذا اللي يجبد الماء حشاك من البلوعه ويعاود يطيشها في البلوعه الاخيره. هناك عطب في البلوعه هذه. عطب كان عندنا قصبه تكسرت. صح. فهمتني معناها ما عادش تفوز. يقول لي في قلب حي العشاش عامر بالسكان وما عندهاش منافذ ما كان وتنفجر بلوعه، كارثه كبيره. تورنا في تورنا في مشكل قسما بالله، كنت تروح معايا تور راسك يحبس. ايه حلينا مشكل تاع جار، هو اول ما بدا المشكل عندنا واحد الجار معناها جات تهرقار احدى الحوش تاعه، شغل جايتها يجيها الماء من ثلاثه بلايص. اها والرقارة حشاك صغيره. اها معناها كي يجيها بالكثره تتعبى، كي تتعبى تفيض مع حوشه واطي هو. تدخل انا درت فيديو ونشرته والله قسما بالله غير بالبوت يدخل لها الحوش، العائله تاعها داها كيرانهم في بلاصه اخرى، تخيل انت والحوش ملكه. داروا لنا حل مؤقت تو سما متمثل في واش حل مؤقت؟ حل مؤقت بالجروب هذا هو. جابوا لكم الجروب؟ جابوا الجروب. جابتها البلديه ولا؟ جابتها شركه لونا. اه لونا. جابتها شركه لونا، يهز من البلوعه هذه وني ويطيش بالبلوعه الاخرى ويطيش. تو عندهم قريب سمانتين وهم يبحثوا على المشكل، المشكل تو لقوه في قصبه تكسرت، جو يدخلوا في الكومبريسير، جابوا كومبريسير قوي كي دخلوا تشيو قد قد تكلمت الارضيه. طلع على الماء من الارض. من الارض. فهمتني ولا لا؟ من تحت البافي، احنا عندنا بافي ما عندناش تراب. ايه ايه معناها اكتشفوا راهو القصبه مكسره. القصبه مكسره توعت مشكله مديريه الري. لازم يدخلهم البلديه. تو رانا واقعين فيه المشكل، نوجه ندائي مديريه الري البلديه يديروا لنا حل بارك الله فيك. وراهي نزيد نقول لك حاجه. ايه. بالنسبه لنا راهم انا مانيش لايمهم ولا بصح العتاد راهو سامحني سفر معناها تيو، تخيل انت تيو معناها ماشي في الزقاق، فهمتني ولا لا؟ ما عندكش البديل تاعها فيه قريب 12 ثقبه ولا 13 ثقبه نحسب فيهم يشرشروا في الماء معناها غير سهل. عادوا دايرين برك برك، كنت تروح تو العشاش تلقى برك برك حشاك تاع صرف صحي ومدخل تاع سوق بخصاص الصباح. نعم. الناس تدخل للسوق وتخرج، فهمتني ولا لا؟ نعم. تشوف حشاك يا ودي والله يكون عارف. لا تكلم تكلم. نعم 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 تكلم تكلم. عدنا متحشمين حتى انتم راكم واقفين لحد الان على الموضوع هذا. انا واقفين رانا نتابعوا فيه. رانا نتابعوا فيه الوقت. والى متى يبقى الحال هذا؟ ماناش عارفين وين الاصلاح تاع الانا. اخر خطره كلمته المدير قال لي الحلول الكل درناها، قال هلي باللفظ هذا معناها ما عادش عندهم حتى قدره اخرى. قلت له كاش ما تعود لنا التيو المثقوب هذا داير لنا مشكل. عاد قلت لك برك برك الناس عادت يمشي وسط عاد يمشي تحت الحيط مع كيما قلت لك الشوارع ضيقه. وين بالضبط هذا في قلب؟ بالضبط في احدى مسجد مش بعيد عن ساحه فلسطين رحبه اليهود. ايه تجي داخل بعد من جهه المايسه. ايه كان بلوك يقولها المايسه. ايه فيه افامي. نعم. بن موسى. ايه هذا كراو عايم كل بسبه التيو هذا مخرج. يا ودي كلمت المدير كاش ما تجيبونا شيء اخر معناها صالح معناها الان ما في حلول ترقيعيه. حلول ترقيعيه حلول كلها ترقيعيه لا ترقى الى حل المشكل ورفع غضب. المشكل هذا راهو مش من تو، المشكل راهو من سنوات عديده. عنده سنوات عديده غير وشي يجوا ينفسوا يرقعوا شوي معناها احنا رانا نحوسوا عن حل نهائي.
حتى حدثت الترقيع ما ودناش يحبينا عدنا متحشمين. ني واحد من الناس نجي داخل الحوش عود يقولوا لي نحصباتك. إذا المشكلة نحصباتك عن جال الشيء هذا.